السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبة المشاهدين، وأهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج أرض السواد عبر قناة الأيام الفضائية. رجع لكم البرنامج ومحاورة ما زالت أغلبها لم تحل للأسف. اليوم نبدو ياكم بمحور مهم، وهو محور القطاع الأسماك، اللي حقيقة بمختلف المحافظات العراقية أكو مشاريع كثيرة، إن كانت أقفاص عائمة أو بحيرات وغيرها من هذه الأمور. سنة من السنوات وصلنا تقريبا إلى الاكتفاء الذاتي وخير من الله، والأسعار جيدة كانت وممتازة، العالم عايشة، المربي يربح، المواطن يلقى سمك بسهولة بالأسواق وبعلاو السمك. ولكن للأسف جت موضوعة أزمة المياه، هاي الأزمة اللي خنقت كل القطاعات، أثرت على القطاعات الزراعية كانت بالشق الحيواني أو النباتي. الرأي السائد أو الرأي الحكومي يقول لك يا أبا هذه بحيرات الأسماك، هاي بحيرات متجاوزة ويجب القضاء عليها لأن قاعد تأخذ كميات كبيرة من المياه. تصريحات وزارة الموارد المائية، وحقيقة الأشهر الماضية عمل دؤوب برد من البحيرات. أما الجهة المقابلة اليوم جهة المربين يقول لك احنا عايشين على هذا وفاتحين بيوتنا وعوائلنا، عمال كثير مرتبط وياهم ابو معمل العلف، المطعم والشوايه وغيرها، صار حلقه اقتصاديه كبيره جدا. واغلبهم اليوم اذا اتكلم على بعض المناطق يقول لك احنا ما مأثرين على مياه النهر مباشره، احنا مياه بزل حتى ما تصلح اليوم للزراعه ناخذها ونربي بها اسماك، عندنا بعض الامور الادوات التكنولوجيا نقدر ننقي هذه المياه واحنا ما مأثرين على احد. طبعا راح نناقش كل هذه المواضيع، هل الحق اليوم مع وزارة الموارد المائية أم الحق اليوم مع مربي الثروة السمكية؟ طبعا اليوم ضيفنا هو الأستاذ عادل المختار، الخبير الزراعي والمائي ومن أشد المساندين وأول من طرح فكرة إلغاء تربية الأسماك. السلام عليكم. مشتاقي لك جدا، صحتك شلونها؟ الحمد لله والشكر. ربي يحفظك. بس أنا أريد أوضح أنا مو إلغاء تربية الأسماك، لا عاد أنا بوقتها قلت وقفوا تربية الأسماك بالبحيرات. إلغاء واحد وقفوا واحد. شلون لا عاد؟ زين. أولاً أنت مثل فضلت بالمقدمة مالتك قلت وصلت أعداد كبيرة. زين هاي بيوم الليلة وصلت أعداد كبيرة لو صار لها سنين تشتغل. وين كنت حضرتك لعد؟ اليوم نقص المياه من 2017 تتذكر من قناتك كان يحكينا بهذا الموضوع، قلنا عندنا شحة مياه، ذكرها ولا؟ طيب وين كنت لحد من 2017؟ هسه جيت نزل عليهم تفليش تفليش، صح لو اني غلطان؟ لا شو يسوون؟ قلنا غيروها، وقفوا هاي، خلوهم انطوهم قروض، ادعموهم بالاسعار، كلوز سيستم. العالم العالم يا اخي دا يتطور، انت شو وقت راح تتطور؟ يقول لك هاي ما يرد الاسماك. الراي هو سيحي، الاسماك هي بالبحيرات قدر المياه، ايش وقت تتطور؟ العالم وصل الكلوز سيستم، التربيه المغلقه بحيرات. يقولون هذا ما يربي اسماك اكثر من كيلوين، يقول لك اليوم العراقيين يريدون الا كيلوين ونص وثلاثه وثلاثه. شيء هذا واحد. اليوم اريد اسالك سؤال، اليوم جتي وزاره الموارد المائيه وسدت غلقت طمت شو تريد التعابير انواع ردم دمرتهن كلهن. زين اليوم السعر 12000 دينار للكيلو، مو لو صحيح غلطان، 10 لو 12 مناطق. ليش وقت راح نستمر؟ انت اليوم من تفلش قطاع على حساب الناس، هو شنو مستقبله؟ مستقبلك شنو؟ شنو مستقبل هذا القطاع؟ اني راح احكي لك اليوم، خلينا نوضح شنو مستقبل هذا القطاع. هذا القطاع ينقسم اربع اقسام، وهذا القطاع انا اعتبره اكبر قطاع في وزارة الزراعة، تخيل. واني بوقتها ناديت ان يكون بدور بحجم وزاره. زين راح تقول لي ليش؟ اليوم هذا القطاع ينقسم اربع اقسام. راح ابدي بالقسم المنسي الاول، عندنا منفذ على البحر، ها؟ اكو دوله عندها منفذ على البحر ما يكون غذاها الرئيسي اسماك؟ جاوبني. بس منفذ ضيق، احنا مو دوله ضايقه اطلاله بحريه كبيره. اقول لك هو منفذ لو شنو؟ منفذنا هو مستغلي موانئ. زين قبل كان عندك اسطول ويروح يجيب له غلطان، كان اكون لغ يمكن بال 89 اللغ لما ترجعه. هو هذا المنفذ اللي ما يعجبك هذا كان يغذينا اسماك 24 ساعه.
ما ترجع يا اخي. زين راح تقول لي شلون ذائقه العراقي مو على البحري. ها ذائقه العراقي مو بحري، مو اسماك بحريه. اقول لك اخي ما لها دخل هاي البصره، اهل البصره بس البصر. اهل البصره وقبل العلم كله كان قبل احنا كله البحري، لان البحري هو اطيب واحسن وصحي اكثر لان بيود اكثر. هسه انا ما راح احكي، ما راح اقول يا هو الاطيب ها بس هذا ممكن يكون ارخص ويغرق لك السوق بالارخص. هسه انت ما تاكل زم حتى زوري قمنا ناكل ايه ايه طبيعي. وهذا البحري انت ما عجبك بحرك والكبرى هذا ما يعجبك، لكن الزوري الخشني احنا نسوي تاكله. انت ذائقه عراقيه يعني متعودين عليها. ما ادري لك شيء، مو انت تقول هو القدوت ذائقه الخشني هالكبرى ناكله. طيب هسه السؤال، قبل 8 سنين جت شركتين لوزاره الزراعه، واحده اوكرانيه واحده اسبانيه. كل واحده منهم قال وموجود حيا يرزق الوسيط مالهم اللي هو كان مدير مفوض للاسطول البحري العراقي. اها رجل تخصص هو جابهم وصلهم لوزارة الزراعة، قال لكل شركة قالت أني أجيب لكم 200,000 طن على الرصيف الميناء كل سنة؟ أي سنوياً 200,000 طن. نعم الشركتين سعر الطن $700 يعني بيش الكيلو 1,000 دينار سي 700 أي تقريباً نقول 1,000 دينار كيلو 1,000 دينار تكره منه شيء؟ لا ماش بيك؟ قالوا لا ما عندنا إمكانية، ما عندنا كادر. هو هذا منطق هذا البحر، الناس كلها تغرف وتجيب واحنا ناسين. والله عندنا منفذ هالقدوته، هو شنو منفذ هالقدوته؟ هو سفن تروح وتجي. طيب هذا القطاع الاول اللي ممكن يجيب لك الاسماك البحريه، اسماك الصيد في عالي المحيطات. اي ولحد الان يمكن يسمعني هم الشخص المعني اللي جابهم، اكو شركات لحد الان تريد تشتغل هذا الطريق البحري، ما تروح تجيبه، ليش وصلته ب 12,000 دينار الكيلو؟ ما تروح، هسه انت طميت البحيرات، عمي على راسي طميتها، وما شفنا فائده منها، بس انت ليش ما تفتح الخطوط الاخرى؟ ها؟ هاي سنين كامله انت تاركها، زين، نجي هذا القسم الاول. القسم الثاني الصيد في مياهنا الاقليميه، كل يوم سفن تطلع يلزمهم دول الجوار وبصل وحجز وتعرف انت كنا يعني. نسمع ها هذا 900 كيلومتر مربع مساحه، وعندنا اتفاقيه صيد الاسماك هذه 2007 شرعها البرلمان مع نفس الدول، ما تروح تفعلها وتخلي الصيد العالميين اللي يجيبون هذا الزبيد وغيره مو يصيدون؟ طبعا يصيدون ضمن الامكانيات مالتنا، وهم يلزموهم ذولا وياخذون منهم. وهذا تصور في هذا المجال 1500 زورق هالقد ما نايمه خاست وبدت تغرق. هاي الناس يعني مو ملك حكومه؟ لا ماكو حكومه، كله قطاع خاص. شركه السندباد ويمكن بغداد شركه جمعيتين موجودين، اذا تحب اعطيك رقمهم تواصل معهم وشوف الحاله المأساويه. حلقه يعني ليش ميدانية. ليش احنا مكلبين بس بحيرات الاسماك بينما هاي قطاعات ما حد يهتم بها؟ يلا نروح للبصره مو تدري هذول ممكن يزودوك ب 30,000 طن سنويا؟ ايش بيها 30,000 طن؟ ايش يحتاج من الاسماك سنويا؟ شوف اقول لك، انت قبل شويه قلت قربنا للاكتفاء الذاتي، واللي يقول مليون طن سنويا مليون طن سنويا يعني احنا نقوم حتى يعني العصر والظهر والليل ناكل اسماك، وين اكو يجي فيلم؟ مليون طن سنويا يعني كم كيلو؟ الجمعيه العراقيه لرعايه منتجي الاسماك صراحه قالت 900,000 طن. ابويا مليون طن، الطن 1000 كيلو. ايه يعني ايش قد يطلع؟ مليار؟ مليار كيلو؟ زين اضربها قسمها على 40 يطلع الكيلو ايش قد العراق ايش قد ياكل بالسنه؟ بالسنه ياكل 12 كيلو. يا مليون مليار إيه؟ على 40 على 40 مليون اي 12 تقريبا 14 كيلو. كيلو هم يخالف يعني مو احنا عندنا 3 كيلو 3 المعدل 3.2 بالعشره. واضح هذا الرقم مبالغ به، احنا بعد ما نريد مبالغات، نريد نحكي اشياء عمليه. ايش قد تقريبا؟ ما اعرف بحيرات اقفاص ايش قد انت السنويه؟ اخوي انت شلبت بحيرات اقفاص، انت ما عندك مي، الاقفاص القفص لازم القاع مال القفص ارتفاعه عن قاع البحر اقل شيء فد متر. انت بعد ما عندك مناسيب مي حتى تشتغل. انتهى انت تواجه جفاف. تقولي والله دا ربي اسماك بالاخبار. قبل ما ننتقل للقطاعات الاخرى وراح نحكي بيها بالتفصيل،
عندنا تقرير نشوف بعض المعلومات عن حالات الردم الأخيرة اللي اتخذتها وزارة الموارد المائية. نشوف هذا الفيديو وراجع. رجعنا وياكم احبتي المشاهدين وشاهدنا هذا التقرير. نعلق على التقرير ونكمل على القطاعات الاربعه. يعني يقول نكمل حتى يجي الجزء الاخير. بس لازم نتذكر التقرير. لا لا هو كل هو بالمعلومات راح نجيب لك اياها. الصيد بالمياه الاقليميه القطاع الثاني. الصيد في اعالي المحيطات اعالي البحار متوقف. سفن تطلع لي برا متوقف. متوقف ولكن الفرصه قائمه. طبعا موجودين شركات لحد الان تتفاوض ما حد يقبل. القطاع الثاني قلنا مياهنا الاقليميه ذولا شو يحتاجون حتى يشتغلوا؟ ذولا 1500 زورق عاطل عن العمل من كثر العاطل خاست وبدا تغرق. اشتري نعطيهم قرض وقوم هذه اشتروا زوارق جيب لهم زوارق ونشط وعندك اتفاقيه حسنه راح تقول لي ايش قد انتاجيتهم دا تشوف حتى هذا داخل صحيح بالارقام صحيح. انت عندك 1500 زورق كل زورق يروح 10 ايام خمسه روحه خمسه رجعه كل زورق خمسه روحه خمسه رجعه يجيب لك نص طن 1500 زورق يعني 750 طن بالعشر ايام ممتاز في ثلاثه 2000 وربع بالشهر بالشهر الواحد مضبوط؟ اي في 12 يطلع بحدود 30 35 الف طن بيها 35 وناس ايدي عامله راح تشتغل وتجيب لك اسماك باري هذا هم مهمل وهي شغلتين الاولى عندك اتفاقيه فعلها من 2007 من 2007 وعندك قروض اعطيهم يشترون زوارق جيب لهم زوارق يشتغلون انتهى الموضوع هاي قطاعين نايمه منتهي زين نجي القطاع الثالث هو الصيد في مياهنا الاقليميه الانهر والمسطحات عندك نهران عظيمان دجله والفرات عندك مسطحات مائيه ثرثار حبانيه رزازه دوكان دربندخان وما شابه والاهوار كل هذه هي من تجي بحصيله فارغه من الاسماك ليش فارغه؟ اصلا انت ما تكثرها ما تكاثرها ما هي الموجوده تكاثر وهسه ما ان شاء الله نتيجه انخفاض المناسيب لان وزاره الموارد المائيه ما زيدت الاطلاقات شفت ايش قد ماتت بالملايين وقسم يقولون بالمليارات الاسماك نفقد. اذا هذا القطاع هم متضرر لان هذا حتى تنعش اشوك تنعش انت مي حتى يجيك مشكله وايضا لازم تكاثر هذا كله يعني الاهوار انضربت بعد شلون ترجع الاسماك تاخذ اكيد كم سنه. طيب هذا هم راح نحكي عليه هم توقف. نرجع لليوم محور حديثنا بحيرات الأسماك أنا يعني من 2017 أقول أوقفوا تربية الأسماك بالبحيرات وأوقفوا ها أوقفوا مو طموا أكو فرق أوقفوا لأن ما عندنا وزارة الموارد المائية قاعد توقف لو قاعد تلغي لغدا طمهم زين هسه خلينا نعلق على الأرقام 25 ألف مجازة الدراسة الاستراتيجية مالتهم تقول احنا في 2034 المفروض يكون عندنا 41 ألف دونم بحيرات اسماك يا سنة 2034 او 35 يعني تقريبا بعد 10 سنوات بعد 10 سنوات هسه ايش قد احنا وصلنا 61 ألف بحيرة اسماك ألف دونم بحيرات اسماك 60 ألف دونم 60 ألف دونم بحيرات اسماك طيب انت وين كنت لعب؟ ها؟ قبل كم شهر وزاره الزراعه تجتمع بيهم وتقول راح ادعمكم وراح اعطيكم وراح يعني انت كنت تريد تنشط القطاع، شنو اللي صار وانقلبت الدنيا؟ مي ما عندك؟ ما احنا من قبل ما عندنا مي. انت ليش تزرع حنطه وشعير 12 مليون دونم او 6 مليون ونص دونم هسه ما نريد على الري السطحي خلينا نحكي حتى لا يزعلون. ها؟ ليش تزرع؟ خلي هذا النص
النص مليون دونم على الري مو 6.5، هذا النص لا تزرعه وحوله خلي لي بحيرات اسماك ونشطان. هسه هاي هم ما تقبل بيها بحر. الشركات النفطيه كل ما تحفر كل ما تطلع برميل نفط تنزل 3 براميل مي. صحيح. منين تاخذه؟ المي المالح. زين يعني ايش قد حجم هذا العمل؟ 4 مليار، بين بحيرات اسماك ما تاخذ مليار وربع، كلهن مليار وربع لحد اخر فتره يعني من كانت بعز. هذا هاي المعلومات اللي عندي، رغم دوله رئيس جمهوريه يقول مليارين، بس انا اشوف رقم مبالغ فيه. ومع ذلك خالد شمال المتحدث الرسمي باسم وزاره الموارد المائيه يقول احنا هسه من هدمنا او ردمنا البحيرات وفرنا 3 مليار متر مكعب. هيك حكي؟ لا لا، رقم غير دقيق نهائيا، ماكو هيك حكي، مستحيل. واذا عنده 3 مليار، لا ليش بالصيف احنا وصلنا هاي المرحله الكارثيه؟ هذا تصريح قبل اسبوع. ما وين ليش احنا؟ شوف احنا التصريحات حلوه، لكن احنا كخبراء نحكي. انت تقول 3 مليار لعد وين؟ الصيف هذا المضى كان الوضع مأساوي، ها ليش ما زيدت اطلاقاتك حتى تحسن؟ مو سمك مات والسلاحف ماتت لو انا غلطان؟ صحيح. مو الناس ماتت من العطش لو انا غلطان؟ لعد اذا عندك مي ليش ما دفعت لهم؟ وين المي هذا ال 3 مليار؟ فالرقم مبالغ به، هي مليار وربع. انت والدليل ما قدرنا نحس بالفروقات. هاي الضجه وردموا بحيرات وناس تلطم وتنزل بالبحيره تشيت، واحد يصح يبوه، هاي هاي الامور على مود مليار وشويه. ما هو ايش داق لك؟ وانا انطيتك حل، قلت لك النفط لو توخر عن ذولا يروح على تحليه ماء البحر راح تفرق لك 4 مليار. انت مو تقول مي اريد النفط، حولهم شركات نفطيه على ماء البحر، وهنا انت تفرق 4 مليار. الحنطه اللي زرعتها كان المفروض تلتزم بمليون ونص دونم كما قال الوزير السابق للموارد المائيه، او انت زيدتها مليون، هاي مليونين ونص، لكن ما تتوسع لي 6.5 على حساب، يعني ليش ذولا مسموح ليش ذولا لا؟ زين السؤال، مع العلم يمكن الفائده الاقتصاديه من قطاع الاسماك اكبر منه. يعني انا ما اريد، انا اقول كل القطاع الزراعي سواسي. صحيح. يعني انا ما اقول هذا احسن وهذا احسن، لكن انت هذا تستورد، هذا يعيشون، هذا كلها حسابات. لكن السؤال اليوم ما ان شاء الله، لان انت دمرت بحيرات الاسماك سعر الكيلو 10 إلى 12، مضبوط؟ اي زين ايش راح نسوي؟ شلون استيراد؟ نرد نفكها؟ لا هم نفتح استيراد، نروح نستورد دائما. هو هذا زين، ما تستورد حنطه اذا جاهز؟ حنطه لها قيمه معنويه تخص السله الغذائيه والامن الغذائي، انت تعرف ترى بالزراعه ماكو شيء. لا 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 ماكو شيء، انت انتاجيه هنا بس اسمع اقول لك صوره، يقول لك انه مثلا توفر انت خبزتك بيدك، والله السمك مقدور عليه، مو هاي الفكره هي صح ولا لا؟ يقول لك انه هذا امن الغذاء الحنطه، شيء استراتيجي. اختلفنا هسه، امنك الغذائي وعلى عيني وراح ناقشه. امنك الغذائي المفروض تزيد انتاجيه الدونم حتى تامن مستقبلك. السنه الاخيره اكو نجاحات يعني مثل الدونم 1.800. وينك ويجي؟ لا يابا هاي افراد. اها افراد العام. انت المعدل العام مش قد، انت زرعت 4 مليون دونم على المياه الجوفيه و6.5 مليون على الري السطحي، وهاي معالي الوزير الموارد المائيه قال من غير اللي على الامطار. قد يعني 900 كيلو تقريبا؟ ها؟ 900 كيلو؟ ولا وصل 900 ولا نص. لعد؟ ولا نص. لا شلون؟ نص طن بالدونم. احنا زرعنا قد كليتهم؟ حسب في احدى اللقاءات انا ومستشار وزاره الزراعه ما اريد نذكر اسمه قال 12 مليون دونم زرع. مهدي ضمد القيسي. اي ما بيها شيء. تحياتنا يعني موجوده وزميلنا واخونا. واقول لك في قناه تريد هم اقول لك اياها موجوده. اي عادي ما بيها. قناه الجنوب والفيديو عندي. انا طبعا هاي التصريحات احطها. 12 مليون دونم انت زرعت. معقول 12 مليون؟ ماكو شيء رسمي. يعني هي 6 ملايين كليتها. و4 مياه جوفيه. هاي ما تحسبها. اي يعني 500 هاي 10.5. 6.5 على الري السطحي، هاي معالي وزير الموارد المائيه ذكرها، طبعا هاي التصريحات رسمي عندي فيديوهات انا اخزنها كلها. لان هذا يكون اثبات الي بالكلام. 4 مليون دونم على المياه الجوفيه هاي 10.5، ايش قد على الامطار؟ المستشار يقول 12 مليون دونم. الديميه الاراضي الديميه 12 مليون دونم. من تزرع 12 نعم. مليون دونم، ايش قد انتجت؟ 5.25، اقل من النص. خلص. نعم طبعا احبه المشاهدين، عندنا فيديو من اعلام وزاره الموارد المائيه بموضوع يخص ردم البحيرات المستمر حقيقه،
وبتصريحات يقولون يعني توجيهات، وهاي الأمور هي اليوم تخدم عامة الشعب وعامة القطاعات الزراعية. صح اكو ضرر على القطاع السمكي، ولكن هذا الشيء يقول لك شلون شر لا بد منه. خلي شاهد هذا الفيديو راجعي. رجعنا وياكم أحبة المشاهدين، مكملين حلقتنا. استاذ عادل شاهدت حقيقة اجراءات يمكن لأول مرة، عمل دؤوب وقوي، مساندة أمنية قوية، بعد ما كانت كوادر وزارة الموارد المائية تتعرض لهجمات لاعتداءات. ليش هذا كلامك هسه؟ ليش اكو صاير؟ يقول لك هاي البحيرات متجاوزة، يقول لك الشتاء كان ممطر، دا ياخذون المي، الشتاء كان ممطر وبامتياز، فيضانات وسيول، والدب القطبي الفضائي الاعلاميين يصرحون النتيجه يعني على الثلوج، كل هذه موجود. شنو اللي صار؟ انت ايدك قويه على ذولا، على علي من قويه تصير منو شلون يعني؟ اكو مي لو ماكو مي؟ حاليا ماكو، ما دا احكي بالصيف، دا احكي شتاء، كان ممطر لو لا؟ ممطر. زين ليش ما خليتهم يعبرون براحتهم حتى نعبر؟ صح. زين هسه سؤال ما قدرت تجاوب، بس هسه هم راح اسالك سؤال. هسه انت جيت وطميتهم كلهم، هسه الشتاء المتوقع قادم ممطر، ممطر بامتياز. صحيح. زين شلون راح ترد تفكه؟ مو هي التغير المناخي اللي انت الحجه اللي دائما تغير المناخي الجف، هي وحده من مسطحات الماء، كل ما تزيد المسطحات تلطف الجو، صح لو انا غلطان؟ صحيح. طيب التفلشت هسه شلون؟ الاسماك ارتفعت مو؟ ايه. الحراره زيد لان ماكو مسطحات مائيه، ماكو. شنو الحكمه انت على شنو؟ ماي مو كانت امطار شتاء، والدليل انت زرع 12 مليون دونم. انت مو طالبت بايقافها مؤقتا؟ يابا اني قلت كان عندنا جفا، قلنا وقفوها وابدوا غيروا الكلوز سيستم حتى الاسماك تنتج موجوده. زين هاي الطريقه نقدر نتحول لها؟ طبعا العالم كله اليوم ترى بعد ما ادري، انا اشوف فيديوهات بالسعوديه الحقيقه موضوع تربيه الاسماك صح واصل مرحله عالميه. اكيد. هو ليش بدنا نقول هاي السعوديه غيرت اسلوبها كلها؟ دوله لا تمتلك نهر ولا شيء. وبعض الاخوان شو يقولون؟ يقولون ما تحلوا ماء البحر مثل دول الخليج. يابا دول الخليج ما عندهم انهار، فراحوا مجبورين للتحليل، لكن احنا اذا نحلي ماء البحر راسا تركيا راح تقول لك ما عندك ماء البحر، هذا قبل ده تصورني؟ صحيح. يعني صحيح. انا اتفاجئ بعض الاخوان من وزاره الموارد يقول ايه يعني مع التحليه؟ يا بنت شنو مع التحليه؟ انت كل ما تزيد التحليه كل ما تركيا راح تقص، يقول لك ما محتاجي طبعا وتقص حقه. والدليل اليوم من جاء وزير الخارجيه التركي للعراق، ايش عرض؟ عرض نشكل لجنه دائمه. اي ما هو يوميا احنا لجنه تروح يوميا اتفاق، مو لو اني غلطان رئيس وزراء يروح. زين راح تقول لي الحل عاد شنو؟ اخي تحكيم دولي خلاص يوافقون، لان هي لازم الطرفين يوافقون على تحكيم الطرف الثالث، فيقول له غصبا ما عليك توافق والا ما انطيك، راح يوافق وسوي تحكيم وخلص. لك فرضا فرضا تركيا ما قبل التحكيم دولي، واصلا اكو بعض الاخبار ما متاكد من هاي المعلومه، اصلا ما تعتبره هو نهر دولي الفرات. اخي اليوم جاي هي فرصه من العمر، ولذلك انا اسميه زياره الرئيس التركي زياره تاريخيه، لان بعد ما تتعوض هو جاي على طريق التنميه، وهو يقول هذا الطريق راح يفيدنا، يفتح لنا افاق اقتصاديه كبيره. فاذا نقول له احنا نريد حقنا، حقنا ايش قلت؟ ما لك حق؟ حقنا ايش قلت؟ مو قلت لك احنا نقول له نريد حقنا، فهو يقول لك لا، قل له خلص نجيب تحكيم طرف ثالث يحكم، خلص هو الطرف الثالث يعطينا. راح تقول لي حقنا ايش قد؟ ايش قد حقنا؟ اليوم ايش قد تعطيك تركيا؟ المشكلة ما عندنا مصدر رسمي يصرح يعتبروها اسرار. اقول لك بحدود 40 مليار تجينا من تركيا. رقم جيد. جيد جدا. والله جيد. اذا عرفنا الاردن بمليار واحد تزرع وتاكل وتصدر. مليار واحد. واحنا 40 مليار حتى زرع ما نعرف نزرع. راح تقول لي شلون؟ مو؟ الرية الأخيرة اللي جتش الرابع والخامس، دكتور خالد شمال قال احنا زيدنا الخزين 2.5 إلى 3 مليار متر مكعب. نعم. معالي الوزير قال رية الفطام لوحده احتاجت 2.5 إلى 3، هاي 6. تركيا زيدت لنا الاطلاقات 500 متر مكعب لمدة شهر، وهي انطلقت لأربعين يوم حسب ما قاله وزارة الموارد، يعني هم 1.5 مليار، هاي 7.5 مليار فقط الرية الأخير المطر الأخير.
تصورني الزاب واحدة بذيك المرحلة كان يعبر 1000 متر مكعب بالثانية. هكذا الأرقام لا زاب أعلى زاب أسفل. هسه هم 40 إحنا إيش قد نريد؟ نريد 60؟ إحنا لازلنا نريد أيام 70. إيش قد شات بالسبعينات؟ 70 71. أيام السبعين عبارة أيام السبعينات لا يعني. أيام الخير ايه؟ فلا زالت خططنا الزراعية يعني هسه أي مسؤول في وزارة الزراعة وموارد مائية تقول له على الزراعة يقول لك الري الحديث لازم مو صحيح. منظومات الري بدت أكو عمل تجي على منظومات والله فرحة. أدري صح لو غلط لا غلط ايه؟ لأن انت تسمع راح نجيب فني نجيب عمي صارنا 10 سنين الوزير السابق قال راح اجيب مال الخريف وراح اجيب معمل مال الخريف وراح هو والخريف مجد زين. انت شايف رئيس وزراء يروح يطلع على الحنطه وقت الحصاد ويقول بالنص ماكو مجامله قال الفلاح اللي ما يستخدم تقنيات ري حديث ما راح نشتري منه الحنطه وما راح يدخل بالدعم الزراعي. ماكو رئيس وزراء يعني هذا التصريح ترى ما اجى من فراغ. اكيد اكو فكره وابن القطاع الزراعي سيد السوداني اكو فكره للتحول للري الحديث صح لو غلط؟ والله صح ايه؟ كل كلامك صح ولا اعتراض. انا احكي على الواقع. تعرف وزاره الزراعه راح تجيب 5000 منظومه ري بهاي الفتره 5000 راح تجيب. احنا ايش قد نحتاج؟ في احدى اللقاءات مع ممثل وزاره الزراعه كل منظومه قد تسقي 35000 نحتاج يعني بعد 7 سنين يلا تغطي لي القاع. زين شلون هسه هذول 7 سنين ما تشتري منهم حنطه؟ ما اعرف انه هسه قمت راسا ايه. قلبت لا مو انه انا سالت وزاره الزراعه ايه. بصفه اضرب لك مثل ثاني شركه النعمان ايه. هي معمل النعمان مو شركه تابعه لوزاره الصناعه. المفروض اول شيء اصعدها الى شركه ليش؟ يصير لها تخصيص مالي حتى تبدي تشتغل وتطور مو معمل تاخذ حصتها من ابو الانشائيه وانما تصير شركه قائمه لها تخصيص حتى تشتغل وتنطلق نعم. صح؟ نعم زين شركه سنحاري بوينها؟ دمرناها هم هي منظومات ري. خلي نشوف هذا الفيديو هم راح نشوف ايه انت من تنحري لا والله ابدا بس اصحاب البحيرات خطيه هم مسوين وياهم لقاءات وهاي هم وعدناهم طبعا احبة المشاهدين كانت عندنا حلقه ميدانيه في الميدان على موضوع ردم البحيرات وهم زين عندنا فيديوهات استاذ عادل يقول انت من تروح للفيديو يعني طبعا معنا برئيس مؤسسه روافد لتنميه الاحياء المائيه سعد مزهر الدليمي وايضا هو مستثمر بالقطاع السمكي ومن ابناء الميدان. خلينا نشوف هذا اللقاء وراجع. طبعا استاذ سعد قبل ما نتوجه الى البحيرات وقبل ما نشوف اليوم الواقع اليوم احنا باطلال على نهر دجله قبل ما ابدا وياك لان هي تصير مشكله حقيقه واليوم وزاره الموارد المائيه يعني حقيقه مستخدمه كل كوادرها من اجل ازاله او ردم او تجفيف البحيرات. هل مياه بحيراتكم او بحيرات اهالي المدائن من مياه دجله او من المبازل؟ طبعا اغلب مياه الحواض خصوصا هنا في المنطقه هي كلها على المبازل. إضافة إلى ذلك نظام المراشنة الموجود من قبل الموارد المائية ورفع المضخات الرئيسية على الشاطئ اللي منعت أنه أصلا مصدر المياه من دجلة إلى البحيرات فهي أصلا ماكو مياه تأخذ من دجلة وتغذي الأحواض لذلك الاعتماد كله على مياه الآبار والمبازل نعم وموجودة على أرض الواقع هي حتى بال إحنا راح نزورها أكيد الموارد المائية أكيد يعرفون بهذا الوضع نعم. أستاذ سعد أيضا أريد أعرف اليوم يعني مياه دجلة عموما انتو اكيد اهل المنطقة الان كقياس جيد يعتبر او منخفض جيد بالعكس جيد جدا يعني الامور المياه ما شاء الله الدفعات اقوى الوضع افضل نعم يعني ممتاز قياسا بالايام الماضية. رتب لي زمنيا موضوع انه القرارات موضوع تجفيف وردم البحيرات ونهاية اليوم تربية الاسماك الى اليوم صار كم قرار صدر شنو القرارات اللي صدرت؟ طبعا استاذ هي بكل المحتوى احنا بالعراق تعرف موجود عده تجاوزات يجوز مو بس فقط موضوع صحيح البحيرات صحيح احنا اليوم من انت اليوم وتيجي تزيل تجاوز لازم انت تعطيه فد انذار او تعطيه فد مده زمنيه بحيث تقدر خصوصا موضوع الاسماك مليارات الدنانير يعني كل مربي هو ماخذ العلف مثلا بالاجل ماخذ الفقس بالاجل عنده مراحل تطول الى 6 اشهر لحين التربيه
فانت ما تجي بهالفجأة وهالقوة وتدخل وقبلها صدر انه اكو تأجيل بالموضوع لغاية 1/12 وتجي فجأة خلال يوم وليلة تطب وتكسر بالأحواض وتهدر الأسماك هذه ومليارات الدنانير وهذه الناس اللي هي معتمدة بقوتها العامل والسائق والمربي كلها هي معتمدة على الله ثم على هذه الأسماك تجي بلحظة واحدة أنت تفتحها وتهدرها قبل المبازل والأنهر يعني كلش يعني كارثة. إيش قد الخسائر تقريبا؟ لا تقدر والله يعني خسائر جدا كبيرة جدا كبيرة. يعني كل مربي الأسماك في المدائن هي شغلة عامة بس إحنا بنحكي لأن إحنا بالمدائن نحكي عن المدائن. اليوم مربي الأسماك في المدائن كلهم تضرروا؟ كل يعني إحنا خلال هاي الفترة يمكن 80% إن تم إزالة الأحواض. يعني خلال الفترة يمكن أقول لك بالستين 70 حفارة قاعد تشتغل حاليا. يعني لحد الآن. تصور أنت المبازل هي ما منظفة المبازل. لذلك المي طفح قام يطب على البيوت حتى ضار ماديه قامت تصير على البيوت انت ما حتى ما قاعد المي يرجع الدجله قاعد ينهدر بالقاع الفارغه وقام يطب على البيوت وقام يطب على المدن وقام يطب على الناس حتى قام يأذيها بمنازلها. رجعنا وياكم احبتي المشاهدين شفنا اللقاء هذا جاك سؤال دي يتوسلون مع حبي واحترامه لكل اصحاب وكرامتهم محفوظه ان شاء الله يطالبون نعرف كلمه يتوسلون لا يطالبون الموضوع مهله لحد حصاد اسماكم، ليش التعنت هذا؟ لا اضرب نزل الوحش الاصفر يعني اقلبها يعني بصراحه انا ليس هو متفاجئ اصلا ليش هالقساوه بالوقت الشتاء كان ممطر وكميات مياه كانت جيده والدليل حيزعل علي الاستاذ عون الذياب علم انا احبه جدا احنا هم صديقنا يعني جدا محترم بس مو عيب الانسان من يبدي رايه يجوز راينا غلط مو إيه؟ لكن احنا نقول الشتاء كان ممطر نعم. وممطر بامتياز ايش كان خليتهم اعطيهم مهله يسوي يرد المهله الواحد انت ايش تصرف بالشتاء مي بال40 مليار او بالسنه ده تصرف مي ايش قد بال40 مليار هم ياخذون مليار ده حط على صفحه هيحسب لي حط على صفحه الشلب ايش قد ياخذ مزارع الشلب ايضا انت وقفت هم مليار هي كلها 200 300 دونم 300,000 دونم هم مليار ديوانيه هم مليار اكثر على 5000 لا تقل مليارين هو اي تقريبا هاي مليارين وهاي مليار هاي ثلاثه من ال40 نزل لك شويه من الزرع حتى تحط لك للصيفي وللاسماك مو هيك تخطيط لو اني غلطان انت من تخطط بس على فكره على فكره احنا صراحه احنا هم نحكي واحنا مساندين لاصحاب البحيرات بس ترى الخطا من اثنين الجهة الحكومية ما قاعد تعرف شلون تتصرف بهذا واحد الموضوع وخطأ المربين انه ما تحولوا على النظام الحديث الى الان بس اكو نقطة مهمة انت قلت خطأ الدولة انه هذا النشاط توسع لهالمرحلة والتنايم يعني معناه لا عندك قاعدة بيانات ولا انت متابع ولا تدري ايش دا يصير على ارض الواقع والدليل قلت لك الصيد في عالي المحيطات انت ما تدري بيه مياهك الاقليمية بيها زوارق يعني البحيرات الغير مجازة وانتشرت بهذا الانتشار الكبير وإذا تلزم أي مواطن عراقي يقول يا أبا وين البحيرات يندلها هاي شنو نطلع لأربي طريق أربي هي. قبل كركوك شوف منه ومنه بحيرات بالضبط ما يشوفوها هذا من يتحمل مسؤولية الشعب الزراعية المنتشرة بهاي المحافظات لو شنو كل المعنيين يعرفون ليه تقول لي ماكو واحد ما رايح لأربيل أو كركوك أو مو هذا يا مالتون كبري قصدك؟ اي مالتون كبري وقبلها وهي موجوده بالعظيم موجوده يعني انت بس افتر وبعدين زي هذا زي السؤال ولو انا يعني هذا السؤال يعني انا ما اريد احرجك به لا تسال اذا بيحرجني لان بكردستان شلون يربون اسماك حاليا؟ التقاريب من كردستان لا لا هو يربون فعلا يعني انت غير يمشي على الكل شلون يربون؟ نفس الشيء هو سوى اقول لك ليش هي المياه جوفيه احنا عندنا السؤال واضح اليوم مثلا هم يربون متجاوزا لان هي اصلا اليوم تجي وزاره الموارد المائيه احنا مو بلد واحد وشعب طبعاً واحد طبعا احنا طبعاً كنا وبلد طبعاً واحد وانتخابات واحده والنفط يتوزع والميزانيه طبعاً الجنوب والوسط المحافظات الجنوبيه والوسط اجى عليهم الوحش الاصفر ودمروا ردم بحيرات رغم اكو مي بالضبط بالشمال
شو ناسي معنا ردم بحيرات؟ ماكو دي يشتغلون هو مو المي للجميع وتوزيع عادل زين. هم يعني المفروض هم أنا في احدى لقاءات معاهم قلت لهم هذا واحدة من اخطائكم، المفروض تحولون الكلوز سيستم تربية المكثفة وتطور شغلك. العالم تطور، انت بعدك والله بحيرة اسماك وريسيحي وما يصير، ما يصير هذا الشيء بعد، ما يصير. اليوم وصلوا الزراعات الذكيه العالم، دول صحيح. عربيه من لحق بيها. ننتقل للقاء اخيرا نشوفه خطئ هم عالم وهذا يلا ما عادي انتقلت بسهوله، لا تقول اكو شيء ولا هذا. احبه المشاهدين عندنا لقاء اخر مع احد المواطنين مربي الاسماء خطئ، عنده هم بحيرتين وعايش عليها وشكله مواليد 71 هو، بس للشيوخ تقول مواليد 31 وهم مقهور على هاي الوضعيه. خلينا نشوف هذا الفيديو وراجعين. شكرا من قناتكم ربي يخليك، تنقل معاناتنا بخدمتكم احنا رأس الوزراء وللدولة الله يخليك، واحنا ولد الدولة الله يخليك، واحنا ويا الدولة، واحنا نعاني باخوتنا بالجنوب ما يوصلهم مي، بس لكن احنا نطلب من الله ومن الدولة تعطينا مكان تعطينا مجال بس نبيع سمشنا، لان السوق فلس ونص، مطلوبين لب العلى، مطلوبين لب المكبس، مطلوبين للعمال مطلوبين هواي، مطلوبين ملايين مطلوبين. هسه وقف خلينا نسلم. اي والله. صحتك شلونها؟ والله صحتي مو زينة. امورك؟ والله مو زينة. كم مواليد؟ انا مواليد 1971. بس من الكبر والضيم على بالك 51. والله العظيم صاحبين عوائل. اي. صاحبين موضع. ها؟ الله يساعدك. الله يشهد واسوله وعلى الله وعلى هذه البحيرات الذي ميهن مي آسنة. ما ماخذين لا مي حلو، خلي يطلعون كشف ويشوفون اذا عندنا مي حلو. يمسحونهم كلهم. سيد بسر صار لك كم سنه تشتغل بالاسماك؟ والله احنا صار لنا بال 15 سنه. زين شو وقت تحولت على مياه البزل؟ من زمان. احنا من زمان احنا على مياه البزل عايشين. نعم. الله شاهد وسوله، ما ماخذين مي حلو ولا نعرف المي الحلو شنو. نعم، اريد اعرف انه هاي البحيره اللي كانت بها مئات الكيلوات من الاسماك وخير من الله، وهاي هاي تقريبا قد مساحتها؟ مساحتها تقريبا خمس دوانم. خمس دوانم. اريد اعرف شلون بدا يعني الطريقه بفتح المياه، شلون يجففوها وزاره الموارد المائيه؟ والله هي بها مي، فتجي وزاره الماليه الموارد المائيه العفو تجي وتضب الكرين تفتحها على البزل، يعني تخلي شبش ما تلحق، يعني المي عالي بها والبزل ناصي يضرب السمش ويطلع كله للبزل، فكلها خسرت. وهاي العلافه تهدي فلوس. صحيح. وبالمكبس يهدي فلوس. ايش قد خسارتك؟ والله خساره فاضحه ما تنعد، ما تنعد. يعني ما لحقنا نبيع، ما لحقنا نبيع، والسما صارت فلس ونص، يعني والله نجمت بيوتنا، انتهينا والله. نعم. العظيم عوائل عايشه على الله وهالسمكات انتهت ابد والله. زين عوائل قامت تبكي، اطفال تبكي، عندنا مرضى الله شاهد، لا عندنا موظف ولا عندنا عسكري ولا عندنا راتب، الله وهالسمكات هذن نعيش عليهن، نستلم من ابو الدكان عم الله عليه يعطينا لحد ما نبيعهن نسدده. الله شاهد وسوله. زين وين نروح؟ انت كم بحيره عندك؟ هاي عندي بحيرتين. اثنين. ايش قد خسران عليها بالموسم الواحد؟ والله العظيم خسران 150 مليون. زين 150 مليون ما بايع لب 10 ملايين، منين اجيب لب المكبس؟ منين اجيب لب العلف؟ يلا. ايش قد يطلبوك حاليا؟ هسه يطلبون حوالي قلت لك 10 ملايين بعت. زين وبالدكان يطلبني 20 مليون. وبالمعمل يطلبني 150. زين منين اجيب؟ منين اجيب؟ قل لي منين اجيب بنطيهم؟ هاي حالتك مثل هواي بالمدائن. كلها نفس العمليه، نفس المعاناه، مو بس معاناتي. زين. كلها نفس المعاناه، الله زين. شاهد. زين. رجعنا وياكم احبه المشاهدين، نصف دقيقه انتهي البرنامج. يعني حقيقه احنا شفنا هذا الوضع المأساوي، هل هي حاله طوارئ اضطرت ان تفلش البحيرات؟ انا اشوفها لا. والوضع لان شتاء كان ممطر والدليل انت توسعت بالزراعه. توقعاتك للمستقبل. لا بس خلينا نكمل هذا. فاذا هذا انت فلشتها بتعمد بدون سبب بدون منطق، فاذا من حقهم ان يتعوضون لانهم وضع. توقع المستقبل. التوقع المستقبل، اتوقع الشتاء القادم ممطر، الوضع جيد أسماك. لان ظاهره المينو والنانا الاسماك لا زال تستمر على الواقع لان ما حد يفعل القطاعين الاخرين وراح نبقى هيك، ولا ممكن اعاده البحيرات بعد ان فلشتها شلون. كل التحيه والشكر لك استاذ عادل المختار على كل هذه المعلومات، شكرا جزيلا لك. ربي يخليك الله يخليك. احبه المشاهدين ما زال برنامج ارض السواد مستمر وبقوة إن شاء الله، انتظرونا بحلقات قادمة قوية جدا إن كانت ميدانية أو في داخل الاستوديو، نلتقيكم بحلقات أخرى، إلى اللقاء.